اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشاركني فيها الكابتن صديق الجمال احد نجوم النادي الاهلي السابقين، وبالمناسبه هو عضو اللجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. كابتن صديق منورنا ومشرفنا، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله يخليك كابتن محمد، ده نورك، وكل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. ذكرياتك ايه مع رمضان، والاخبار ايه في رمضان، والاجواء كده عايشنا فيها؟ الاجواء طبعا رمضان انت عارف يعني مرينا بكذا رمضان، ربنا يدينا طول العمر يعني مختلفين عن بعضهم. طبعا رمضان في الدورات في الشوارع غير رمضان في الانديه. فطبعا احنا صغيرين الواحد ما كانش شايل اهم حاجه غير اللعب بس، يعني الدورات كلها في رمضان كان الواحد يطلع بعد الفطار يرجع على السحور، تطلع من دوره تخش في دوره، كانت احلى ايام طبعا اللي هي بتاعت المتعه بتاعت رمضان في الكوره الدورات. لا والوقت بيجري الرمضانيه، ما تلحقش بعد الفطار للسحور، تحس ان الوقت بيجري في ساعه واحده تلاقي الوقت خلص. على ايامنا كان في 3-4 مباريات ورا بعض. يبقى احنا عندنا فرقه مثلا كنا بنلعب كره شراب، تخلص ماتش هنا تلاقي روح ماتش تاني هنا، تخلص ماتش هنا تلاقي ماتش هنا، تلاقي السحور داخل عليك. بتختلف طبعا عن لما يكون رمضان وانت بتتمرن طبعا في الانديه اللي انا لعبت فيها، وعلى راسها طبعا النادي الاهلي، كان ليها طقوس وليها ذكريات جميله. طيب انا عايز بالمناسبه انت معايا كابتن صديق اقول بس لجمهور النادي الاهلي ان الاهلي كان بيلعب مع سبورتنج في مباراه كاس مصر وفاز على سبورتنج 30-27. كده وصلنا مباراه نهائيه ولا هنلاقي لسه الامور ما اتضحتش في هنلعب نهائي؟ هنلعب نهائي يعني الاهلي يصل الى نهائي كاس مصر لكره اليد بعد الفوز على سبورتنج في مباراه نصف النهائي 30-27. طبعا مبروك لفريق النادي الاهلي لكره اليد والوصول الى مباراه نهائيه ان شاء الله تكون بطوله السنه دي في كره اليد بعد الاخفاق بالطبع اللي حصل في مباريات الدوري والبطوله الافريقيه. لا الف مبروك طبعا لفريق كره اليد، وان شاء الله في المباراه النهائيه يحققوا البطوله ويجيبوا كاس يعني ايه للنادي الاهلي تتحسب لهم يعني في السي في بتاعهم، ويعوضوا البطوله اللي كانت قبل كده ما كانش فيها توفيق يعني. اكيد. طيب شهر رمضان لما كنت بتلعب بقى في صفوف النادي الاهلي ذكرياتك معاك كانت ازاي؟ هو شهر رمضان في النادي الاهلي صادفني في مباراه طبعا كانت مباراه قمه، يعتبر هي كانت قبل النهائي، كنا الاهلي والزمالك على استاد القاهره في سنه 89 89، في الموسم ده، وكانت مباراه جميله جدا، حتى هي بتتعرض عندك هنا في القناه. لعبنا كسره طيب طبعا، انت عارف رمضان بقى في مجهود شاق، بس الحمد لله كان معانا مدرب كبير جدا جدا على مستوى عالي عالمي يعني مستر فايتسا. فبالنسبه للحته التدريبيه كنا نتمرن مثلا بالنهار، كان الوقت قليل جدا جدا لو اتمرنا بالنهار. لما جينا دخلنا على مباراه الزمالك كنا نتمرن بالليل، دخلنا على المباراه الحمد لله كنا يعني معنويا وفنيا كنا فريش يعني ما فيش ضغوطات علينا. رمضان جميل يعني في روحانيات كده، وبالذات انت لما كنا بنتجمع اللعيبه كلها مثلا سواء في قبل المباراه بيوم او يومين كان بتبقى كويسه جدا جدا، وهتبقى فال حلو علينا يعني. الواحد كان بيتمنى كل مباراه تبقى في رمضان، لان الحمد لله ما كانش فيه اخفاقات خالص لما كنا بنلعب في رمضان سواء الدوري او بطوله كاس مصر. هو رمضان والاعياد والاعياد الحمد لله. الحمد لله يعني بيبقى وشها حلو على النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله يكون رمضان ده من ضمن المواسم اللي الاهلي كان بيلعبها في رمضان. باذن الله باذن الله الدوري يكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. كانت دايما كده المانشيتات الصحف والعناوين الصحفيه يقول لك العيد وشه حلو على الاهلي. اكيد اكيد في بعض المباريات الاهلي فرح جماهيره في العيد. الاهلي فرح جماهيره في العيد. اي مناسبه شم النسيم مثلا دوري مثلا في الدوري في الكاس، عيد كبير عيد صغير حسب ما التايم بتاع المباراه بيكون ايه موجود يعني. كان الحمد لله ربنا بيوفق النادي الاهلي في المواسم والاعياد ما كانش بيزعل جماهيره ابدا يعني. طب هل كان في طقوس معينه ليك او للعيبه في شهر رمضان، حتى لو كانت مباريات كبيره مباريات القمه امام الزمالك، ولا هي نفس الاجواء المباراه زيها زي في اي شهر عادي في السنه؟ هي بتبقى زي اي شهر، بس حته التركيز اكتر في رمضان، انت عارف الصلاه والتراويح والعباده غير الايام العاديه، يبقى عندك الفروض بس اللي عليك بتقضيها، انما رمضان بيبقى في حاجات لازم تعملها عشان تكمل بيها صيامك يعني، زي مثلا صلاه الفجر دي بتبقى عامه بتبقى في رمضان غير الايام العاديه طبعا، فهو ملتزم بيها اكتر. التراويح ما في التزام على اي حد اللي هو بيؤدي الفرائض يعني. النادي الاهلي بياخد التركيز في اي حاجه في رمضان حتى من غير رمضان، بس هي بتبقى اعلى شويه في لما يكون في شهر كريم زي دوت،
كنا بنتجمع سواء في المعسكرات او كده كله مركز، وكان في الناس كلها بتقرا قران وبنقعد اللي عنده اي مشكله عنده اي حاجه كنا اسره واحده، فدي كانت بتفرق مع تيم النادي الاهلي. تمام، تتذكر برضو في التوقيت ده كواليس المعسكر ازاي كانت في رمضان؟ يعني انت رايح على مباراه قمه. طبعا السهر في رمضان ده طبيعي. غصب عنك بتسهر. بالظبط كده، لكن كانت الكواليس المعسكر ازاي؟ هو كان في موقف كده هحكيه لك انا، ادم دخل بقى في الذكريات وكده، كان اهلي وزمالك، احنا بنبقى طبعا متجمعين، ما ينفعش اقول اسم الفندق، كان الاهلي بينزل فيه على طول. تمام. كان في مصر الجديده. تمام. فندق من اللي هم الاثريين يعني، كان جنبيه قصر كده. ماشي. فعلى طول كان كابتن ربيع يقول لي قوم صلي، اقول له يا كابتن تعبان، يقول لي بقول لك قوم صلي، كان ياخدني معاه على الصلاه، يقول عشان ربنا يكرمك ركز. فمباراه الاهلي والزمالك دي بتاع 2-1، كنت انا بنام مع كابتن ربيع في الغرفه، فمش جاي لي نوم. فقمت بقى عمرو انور كان برده في المعسكر، كان موجود معانا في الفرقه، كان هو وعادل وعبد الجليل من الثلاثه اللي هم السوارين مع الفريق الاول. وكان بيلعبوا بصفه اساسيه وبيشاركوا على طول يعني. فمش جاي لي نوم، رحت قايم بالليل عشان اعرف انام، طلبنا اكل انا وعمرو. لو حد شافني من الاداره او مثلا مدير الكوره، يا ربنا يديله طول عمر الكابتن صلاح حسني. وكان الكابتن طارق سليم الله يرحمه، وكان مستر فيصل المدير الفني، وكان الكابتن احمد ماهر، وكابتن مصطفى يونس، لو حد شافنا كان ممكن نتشال بره الفرقه. فقعدنا ناكل عشان يجي لنا نوم. ودي طبعا غلط، بس الواحد مش عارف انام. كان انا بنام مع كابتن ربيع، بس سبت الغرفه ورحت جمعت انا وعمر وطلبنا اكل. بالليل كان موقف يعني طريف جدا، بس الحمد لله احنا لعبنا وكسبنا. الواحد لو انت لما بتكون مش جاي لك نوم مش عارف تعمل ايه، فتاكل، فرحنا وكلين وانت عندك ماتش ماتش تاني يوم. فدي من الذكريات الحلوه ما اقدرش انساها طبعا يعني. والحمد لله كسبنا ساعتها 2-1 يعني، هدف كابتن طارق وزيد وكابتن ربيع ياسين. تمام. وقت رمضان بيبقى مختلف في التدريب والاستعداد للماتشات، يعني انت دايما في رمضان بتتمرن بالليل ولا في وقتكم ممكن تتمرنوا قبل الفطار؟ لا، هو عامه لما رمضان دخل عليا في الموسم ده بالذات، مستر فايتس كان بيقول لك من المدربين اللي هم العظماء اللي اشتغلوا في النادي الاهلي او جم على مصر. هو الماني بروفيشنال يعني حتى كان في واقع برضو كنا بنلعب المصري، بس الماتش ده كان نهائي كاس مصر، بس انا ما كنت مصاب، ما لعبتش المباراه النهائيه بتاعه المصري، كان في استاد القاهره. النادي المصري كابتن مدحت ربنا يديله الصحه وطول العمر وربنا يشفيه، مدحت فقوس، كان بيمرنهم بالنهار. مستر فايتس كان بيمرن الفرقه بتاعه النادي الاهلي بالليل بعد الفطار. جينا في الماتش، هو كان متوقع يعني سيناريو المباراه، قال لك ممكن في ربع ساعه في نص ساعه ما تلاقيش النادي المصري، وفعلا ربع ساعه كانت 3-0. هو الماتش اتلعب بعد الفطار؟ اتلعب قبل الفطار، بس هم حطوا مجهود بدني عالي جدا جدا في التدريبات، والوحدات التدريبيه كانوا بيعملوها قبل الفطار. هو اعتقد الكابتن مدحت فقوس ان لما يمرنهم بالنهار هو بيعيدهم يعني بيعيشهم الاجواء. لا، اجواء المباراه اللي هتبقى موجوده قبل الفطار. جت عكسيه بقى، جت عكسيه، عملت حمل زياده جدا عليهم، ان هم بياخد منهم طاقه صايمين، فقدوا كل مجهودهم، فقدوا كل حاجه في المباراه بقى اللي هي في نفس التوقيت، كانوا عكس النادي الاهلي كان بيتمرن بالليل. فالمباراه كانت مباراه سهله جدا وطلعت 3-0 يعني بسهوله جدا يعني. ودي برده من ضمن الذكريات اللي هي مثلا بتاعه رمضان وكده، بس الحمد لله النادي الاهلي طول عمره بيجيب مدربين كبار وعندهم وعي وعندهم ثقافه يعني ايه، بيعرفوا يتعاملوا ازاي. فدي برده كانت حسمت اللقاء ده، وكان في رمضان، كان برده من الايام اللي ما تنسيش في الشهر الكريم يعني. لعبت المباراه ساعه الصيام. كانت الفرقه كلها صايمه، النادي الاهلي كانوا كلهم صايمين، ما فيش حد كان فاطر وادوا، لان هم كان عندهم مخزون. صعب قوي يا كابتن صديق. انا لعبت في رمضان، في مباريات لعبتها في رمضان واحنا صايمين، بس سواء كنت في البلاستيك او في الاتحاد السكندري وطبعا في النادي الاهلي الاساسي يعني، محتاجه مجهود بدني عالي جدا جدا، وعايزه تركيز، وعايزه ايه، اما تكون انت جو بتلعب وانت فاطر مجهودك كده كده انت بتقسمه لوحده يعني، حتى لو بذلت مجهود عالي او شاق فيك تريح في اي وقت، وانت صايم لا، لازم تحافظ على المجهود البدني بتاعك وتوزعه، يبقى في تقنين ان انت ايه، مش ما تحذفش كل المجهود اللي عندك وانت صايم، ممكن تخلص كل اللي عندك في شوط. طبعا دي محتاجه خبرات، ومحتاجه يكون وانت بتتمرن تكون بدل برضو الناس المسؤوله عنك عندها فكر وعندها ثقافه عاليه بالنسبه للتدريبات والوحده التدريبيه، فدي بتفرق معاك. بس هو حته الصيام ده جميل جدا جدا، يعني بتخلي الواحد بيبقى فايق، بس لازم طبعا تكون مرتاح وما كانش عندك اي حاجه ذهنيه تعوقك يعني، انت تبقى مركز وتتسحر كويس وتنام، ما فيش اي ضغوطات عليك، ما يبقاش في اي تاثير على اللعيب في المباراه. لا، هي ما انا قلت لحضرتك، اللي بيركز وتقسم مجهودك
ما يبقاش في تاثير عليه. ممكن حد يتاثر، مش كل اللعيبه زي بعضها، بس اللي عندهم خبرات ومروا بالتجربه دي ولعبوا كتير تبقى الموضوع عنده عادي. انما اللي بيتفاجئ اول مره ممكن بيتاثر عليه شويه، او زي مثلا ممكن محمد صلاح لما لعب مثلا مباراه وهو صايم غير ما هو فاطر، لان ده محترف مطلوب منه يبقى هو في المباراه رقم واحد. مظبوط. عكس ما احنا تيم ورك الفريق كله ما كانش عندنا محترفين، لما احنا كنا بنلعب ما كانش في حد محترفين. يعني ساعه ما انا كنت موجود في النادي الاهلي كانت الفرقه كلها مصريين، ما فيش الا انا بس من خارج النادي، كلها لعيبه النادي الاهلي سواء اللي موجودين يعني من قطاع الناشئين من اولاد النادي، في اربعه خمسه من قطاع الناشئين، وكان كل اعلام ايهوب وطارق بزيد مع حفظ الالقاب كله كانوا موجودين اولاد النادي. اقل واحد بقى له 10 سنين 8 سنين كده يعني. فدي بتفرق يعني. اصعب اللحظات اللي مرت عليك خلال هذا الشهر في رمضان؟ يعني الحمد لله بفضل الله ما فيش حاجات صعبه، بس ممكن يكون واجهتني ظروف، بس ما كنتش بلعب وانا مدرب. يعني انت مش بتلعب، كنت مدرب ساعتها؟ وانا مدرب، انا كنت مدير فني بقالي 20 سنه 25 سنه في السعوديه وفي الامارات وفي لبنان. في مواقف صعبه مرت علي، لان كنت مضطر غصب عني، كنت عايز حد يفطر وانا شلت ذنبه يعني خليتهم فطروا. فدي كانت صعبه عليا جدا، لان انا شلت زي ما بيقولوا الوزر بتاعهم يعني. انت كنت شايف ان هم مش هيقدروا يلعبوا لو هم مش هيقدروا مش هيقدروا، صعبه جدا. وكانت مباراه هنا اختلفت الاراء يا كابتن صديق. البعض يقول لك لا لازم تكون فاطر، الناس يقول لك لازم يكون صايم. هي دي لازم يكون فيها فتوى من الازهر، فتره من الناس العلماء الشيوخ. انما لو انا فاتت فيها وانا مش عارف فيبقى انا كده يبقى غلط ان انا اخد في حاجه زي كده. بس انا بتكلم عن انا انت فكرتني بالحاجه اللي هي كانت تعتبر اصعب حاجه انت في حياتي، سيئه جدا جدا. ان انا ضغطت عليهم عشان ظروف يعني، ما انا ماسك فرقه ومثلا بننافس الحمد لله، ايه صعدنا درجه اولى ساعتها، في فرق كانت ممكن تهبط وانا ماسكها، فلازم 3 4 5 6 ماتشات الاخرانيين تركز فيهم. فانا بقيت اضغط عليهم عشان برضو يعني انا في وجهه نظر اللي انا المتواضعه ممكن تكون خطا او صح، ان ده برضو شغل وكان يعتبر اكل عيش. ما انت لو قدر الله خسرت مثلا ماتشين ثلاثه ممكن تلاقي نفسك الدنيا باظت، بقيت انت تفقد المكان ده، وده عمل فممكن تكون غلط او صح. فلازم يتسال فيها زي ما بيقولوا اهل الفقه في الازهر يعني، او الفتوى. تمام. طيب في هدف تتذكره في رمضان او احرزت اهداف او لحظه سعيده في الشهر الكريم؟ لا في رمضان بس كان في الاتحاد، كان الاتحاد والاولمبي ديربي السكندري. طلع 2-2. كان في رمضان. انما في الاهلي في رمضان لا، يعني كان داخلين على رمضان كان جمهوريه شبين في الكاس مصر. بس ما ممكن كان في رمضان، بس كان ماتش ودي في السعوديه كنت مع النادي الاهلي، وكانت بطوله كده مصغره هناك اربع فرق، المرضى السوداني والهلال السعودي والفرقه من الصومال، بس كان بعد الفطار يعني. طيب مباريات القمه في رمضان بتبقى كتير، ولا شايفها يعني وجودها في رمضان افضل، ولا ما بتلعبش في رمضان يعني لما وانت بتحط الجدول وصدفه ان ممكن شهر رمضان يحصل فيه مباراه للقمه، مباراه الاهلي والزمالك، كويس ان تتلعب في شهر رمضان مباراه قمه، ولا الافضل تتلعب في شهر بعيد عن رمضان؟ لا انا وجهه نظري الشخصيه، انا بتكلم عن نفسي، لازم تكون في ايام غير رمضان، لان المباراه دي كبيره جدا، بتبقى عيد، بيبقى يوم يعني احتفاليه كبيره جدا بين الناديين الكبار، وانت استعداد بيبقى قوي اقوى ما تستعد وانت في رمضان اكيد، ومباراه كبيره فعايزه تركيز عالي جدا جدا جدا، فحرام ان احنا نحطها في شهر هيبقى فيه التركيز اقل، هيبقى فيه ضغوطات على اللعيبه. والجمهور اللي هيروح الملعب هيروح امتى؟ بعد الفطار، وقت قريب. بقول لك في ضغوطات سواء على اللعيبه او الاجهزه الفنيه او على الجماهير، وانا في رايي دي مباراه جماهيريه يعني. صح. نعمل حساب الجمهور رقم واحد. صح. الناس عايزه تتبسط، يبقى الاستاد فيه 70 80 الف، مباراه قمه. ما تروحش انت مباراه تلاقي فيها 3 4000 والناس غصب عنها هيروح امتى، هيرجع امتى على البيت كده يعني. طيب اخرج لتقرير صوتي، تقرير صوتي بيتكلم عن تاريخ مباريات القمه في رمضان، عدد مباريات القمه، مباريات الاهلي والزمالك اللي اقيمت خلال هذا الشهر الكريم. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل حديث مع كابتن صديق الجمال بعد هذا التقرير.
في تاريخ كرة القدم المصرية العديد من المباريات الرائعة التي لن تمحى من عقول جماهير وعشاق القلعة الحمراء التي دائما ما ترتبط بذكرى جيدة لديهم، وخاصة إن كانت مباراة قمة أو مباراة في بطولة إفريقية. دائما ما تسيطر قمم الأهلي والزمالك على عقول الجماهير التي تمثل قطعة الكريز التي تزين التورتة. فعندما نتحدث عن تاريخ لقاءات القمة التي لعبت طوال شهر رمضان فيما مضى وحتى الآن، لا بد أن يفتح لنا التاريخ صفحاته والعودة إلى الوراء لنتذكر مباريات وأسماء دونها وسجلها التاريخ بأحرف من نور ستظل راسخة في الوجدان، ذكريات لا يمحوها الزمان، مباريات لها تاريخ. العديد من لقاءات القمة التي لعبت خلال الشهر الكريم طوال الفترة الماضية وحتى الآن، حيث تقابل الأهلي والزمالك 12 مرة خلال شهر رمضان الكريم، فاز الأهلي في 7 مباريات بينما تعادل الفريقان في مبارتين، فاز الزمالك في 3 مباريات. كانت أول مباراة للقمة في شهر رمضان في موسم 56-57 في 7 من رمضان لعام 1376 للهجرة، فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما سيد الضضوي. أما ثاني مواجهات القمة في رمضان فكانت في موسم 64-65 حيث تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما. أما ثالث المواجهات فكانت في موسم 84-85 في 6 من رمضان لعام 1405 للهجرة. تمكن الزمالك حينها من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف سجل للزمالك نجماه طارق يحيى وكوارشي، فيما سجل للأهلي علاء ميهوب. في موسم 91-92 في 2 من رمضان لعام 1412 للهجرة، فاز الأهلي بهدف من دون رد لنجمه محمد رمضان، قبل أن يفوز الزمالك في 2001 في 8 من رمضان لعام 1422 للهجرة بهدفين مقابل هدف لحازم إمام، في حين سجل للأهلي علاء إبراهيم. أما القمة السادسة في الشهر الكريم فكانت في موسم 2003-2004، فاز الزمالك بهدف نظيف لجمال حمزة. المباراة السابعة كانت في موسم 2004-2005 يوم 21 من رمضان لعام 1425 للهجرة، حقق المارد الأحمر الفوز برباعية مقابل هدفين، سجل للأهلي نجم النجوم محمد أبو تريكة هدفين، وكل من جيلبرتو وعماد متعب هدف، أحرز هدفي الزمالك جمال حمزة وعبد الحليم علي. أما ثامنة مواجهات القمة في رمضان كانت في إياب دور الأربعة لدوري رابطة الأبطال الإفريقية يوم 16 من أكتوبر 13 من رمضان لعام 1426 للهجرة، فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما الزئبقي المعتزل محمد بركات. أما تاسعة مواجهات القمة الإفريقية فكانت في موسم 2007-2008، فاز الأهلي بهدف نظيف للساحر محمد أبو تريكة. اللقاء العاشر كان في المرحلة الخامسة لدور 8 لدوري أبطال إفريقيا في 14 من رمضان لعام 2008، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. المواجهة 11 انتهت لصالح الأهلي بهدف لافيو من عرضية جيلبرتو. أما المواجهة 12 فكانت بين الأهلي والزمالك وانتهت بهدف نظيف برأس أبو تريكة عام 2012. اهلا بحضراتكم من جديد. التاريخ تاريخ حلو، تاريخ جميل لما يكون عندك ذكريات كده وارقام وتواريخ بتقولها للاجيال وبتستعيد الحديث فيها سنه ورا سنه عشان تعرف الناس تاريخك ايه. لما بيعرض مباريات وماتشات القمه في رمضان
في الستينات وفي الثمانينات وفي السبعينات لحتى 2000 الجديده 2005 و2010. شيء جميل كده. تعليق على التاريخ يا كابتن صديق. شيء جميل جدا وفي مشرف ومحترم، عشان لما الاجيال تطلع اللي هم السوارين في واحد يجي يشكك مثلا في بطولاتك او في قدراتك او في اي حاجه، فلازم انت زي ما بيقولوا كده ايه بالبلدي اطلع بالمستند الاول، سنة كذا خدنا بطولة كذا وكسبنا كذا، فالحاجات دي كلها بتبقى سي في للجيل اللي طالع جديد، حاجة يتشرفوا بالنادي الأهلي يتباهوا بيها. أنا استرجعت ذكريات في مباراة من المباريات اللي تم عرضها دلوقتي، أنا حضرتها في الملعب. كانت سنة 2005 مباراة الأهلي والزمالك، كان ذهاب نهائي أفريقيا. اللي كان بيديرها. طيب ناخد التليفون اللي جاي الأول وبعد كده نكمل ذكريات رمضان. اتفضل. أنا معايا على التليفون الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، بهنيه على الوصول للمباراة النهائية في كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج 30-27، وبينتظر غدا الفائز من مباراة الجيش والجزيرة. كابتن يحيى ألف مبروك وكل التوفيق ليك يا رب في نهائي كأس مصر غدا إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك والحمد لله وربنا يكرمنا بالفوز بكرة إن شاء الله وبالكأس بإذن الله. بنقل لك تحياتي الكابتن صديق جمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي. أهلا وسهلا بيك. مباراة في كرة اليد تنتهي 30-27، كانت مباراة حماسية فيها نسبة أهداف كبيرة. كلمنا عن المباراة وسير المباراة ويعني إزاي تخطيت سبورتنج عشان تصل لنهائي كأس مصر لكرة اليد إن شاء الله. طبعا الحمد لله، طبعا حضرتك عارفين إن أنا لسه أصلا ماسك من بالظبط بقالي 5 أيام الفريق، فكان عامل تحديين أصلا إن أنت تمسك الفريق قبلها ب5 أيام وعندك ماتشات مهمة جدا فرق زي سبورتنج بتنافس برضه على بطولة الكأس، فكان حافز على اللعيبة في الناحية النفسية الأول. طبعا الحمد لله في الفترة اللي فاتت دي وشوية حاجات كده في الناحية الدفاعية والهجومية. النهارده الماتش كان ماشي جون بجول لغاية الشوط الأول، خلص 15-15، فعدينا في طريقة الدفاع والهجوم بتاعتنا الحمد لله، وقدرنا نركب الماتش وفريق واحد فريق اثنين فريق ثلاثة الماتش لغاية ما انتهى الحمد لله فريق ثلاثة. طيب متوالي المسؤولية من 5 أيام يا كابتن يحيى، قدرت ازاي في ال5 أيام تعيد شكل الفريق او تحضر لمباريات كاس مصر؟ لان دي مش مباريات نقاط، هي مباراه الخاسر خلاص خارج البطوله. بالظبط، هو طبعا الناحيه النفسيه كان عامل مهم جدا ان انت تغير مدرب اجنبي وتجيب مدرب ال5 أيام اللي انت بتنافس كمان على كاس وكاس السوبر الاسبوع اللي جاي. طبعا سيره مجلس اداره النادي الاهلي وسيره النشاط الرياضي فهي الحمد لله كانت كبيره جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا نتعامل مع اللاعبين بالناحيه النفسيه والحافز ان انت فريق كبير بتلعب دايما على بطوله وان شاء الله نحققها، كان حافز ليهم اصلا ان انت تكسب ماتش النهارده ان شاء الله وبكره ربنا يسهل ان شاء الله نشوف اللاعب مسؤول الفرقه بيشكو دي كسبان بينهم اللعبه. اعتمدت على نفس المجموعه اللي كانت بتلعب المباراه الاخيره ولا عملت تغيير في التشكيله وفي الفريق؟ حاجات بسيطه جدا جبت من الشباب لعبتهم اكتر، اديتهم حافز برضه، بس المجموعه هي برضه موجودين من اللعيبه الكبار، كان العامل النفسي كان مهم جدا مع اللعيبه الكبار برضه، وهم لعيبه كويسين جدا مع دمج من اللعيبه الشباب اللي هم 28 انا كنت ماسكهم السنه دي برضه، فالحمد لله عمل تنشيط شويه، واهم حاجه في كل ده الروح، الروح المهمه جدا في الناحيه الدفاعيه والناحيه الرياضيه اللي انت تتخطى بيها، يعني الروح اصلا في اي مباراه او اي رياضه طبعا اكيد الحته دي كانت مهمه جدا انها تخطط. طيب مباراه الكاس خطوه قبل مباراه دوري السوبر يا كابتن يحيى، لان عندك مباراه دوري السوبر خلال الايام القادمه والهدف منها ان الفائز هيتاهل للبطوله الافريقيه. اكيد طبعا، دي طبعا بتدينا ثقه كمان ان احنا نعدي ان شاء الله نكسب بكره ان شاء الله وناخد الكاس مصر ان شاء الله، ومجهزنا كمان لدوري السوبر مؤهله لفوز افريقيا على صعيد الدوري. دي كانت دي حاجه كويسه في انها مباراه وديه في الخطوه الجايه، مباراه رسميه جامده وبيها احتكاك قوي للفريق، كل فرقه من الداخلين هم اللي مع الفرقه اللي في الكاس اهداف النهائي والنهائي هم اللي هيلعبوا مباراه الصوره برضه، فكانت مهمه جدا ان احنا نتخطى الفرصه اللي هنلعبه كمان في السوبر. ربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره دي ان نعدل من الوظائف اللاعبين الاحسن ان شاء الله عشان نبقى في السوبر ان شاء الله. بكره ان شاء الله تنتظر الفائز من الجيش والجزيره، غدا ان شاء الله مباراه الفاينل ان شاء الله يا رب دعنا كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. المباراه الساعه كام؟ 11 ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا رب يا كابتن يحيى، وان شاء الله يعني الفريق يفوز بكاس مصر ويكون استعداد ايضا كمان لدور السوبر باذن الله. والف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن يحيى.
تليفون كان مهم جدا. كان معانا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني المؤقت لفريق كره اليد بعد تخطي سبورتنج في سيمي فاينال كاس مصر لكره اليد والوصول للمباراه النهائيه، وينتظر الفائز من الجيش والجزيره، وهي خطوه ان شاء الله قبل مباريات دور السوبر اللي هتقام ان شاء الله الاسبوع القادم في الاستعداد والتواصل، وان شاء الله الفائز بدور السوبر هيتاهل للبطوله الافريقيه. مكسب بيجيب مكسب يا كابتن صديق. اكيد طبعا، وبعدين روح جديده يعني كابتن ان شاء الله ربنا يوفقه، استلم الدفه بعد المدرب الاجنبي على ما اعتقد، ومباراه زي دي مهمه جدا جدا، قدروا يفوزوا الرجاله بتاع كره اليد، وان شاء الله هم قادرين يكسبوا المباراه اللي جايه باذن الله ويحققوا البطوله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع بقى لحديثنا مباراه القمه في رمضان. انا بكلمك على مباراه موسم 2005 في افريقيا. انا حضرتها في استاد الكليه الحربيه. المباراة كانت غير طبيعية، المباراة كانت كبيرة جدا. الموسم ده كان بداية انطلاقة الأهلي الإفريقية. المباراة كان بيديرها الحكم البنيني كوفي كوجا، هدفين بركات أحمد متعب ومحمد بركات جاب الجون الثاني على ما أعتقد. لكن أجواء رمضان أنا فاكر وقتها الفطار، ما بين وقت الفطار ووقت المباراة كان حوالي ساعتين ساعتين ونص. أنا عايز أقول لك وقتها الجمهور كله كان في أحياء أو في نواحي مصر الجديدة، لأن الاستاد كله عربية في مصر الجديدة وقرب المطار. المنطقة بالكامل كان جمهور النادي الأهلي حول الاستاد بيفطر، يعني الناس كانت بتفطر حوالين الاستاد. ما فيش وقت يعني عشان يجي من البيت يروح الملعب، ما كانش فيه وقت. عندما يوصل الملعب كمان في اعاقه بالنسبه للي معاه سياره، في زحمه بتاع. فطبعا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، تلاقيه في المواقف اللي زي دي في اي مكان وفي اي وقت، رمضان غير رمضان تلاقيه متواجد. هي بتبقى مشجع الجمهور اكتر من اللعيبه، بس ما الاهلي ان شاء الله على طول بيكسب تلاقيهم كل ده بيروح بالزبط. لان ماشيين فرحانين بالزبط. والاهلي كان يعني بيفرحهم، ده اللي بيخليهم يروحوا اي مكان وراه، بيخلي عندهم صبر وتاني، وهم طول ما هم وراء النادي وفي بيدفعوا النادي ان شاء الله باذن الله باذن الله، النادي على طول يفرحهم يعني ان شاء الله باذن الله. طيب اتكلم على البطولات وانت حضرتك كنت يعني ايه بنتكلم كذا بطوله وبتواريخ دي حضرتك السي في ده الحمد لله كل ما ده بيتملي، الدواليب بتاعه النادي الاهلي من بطولات صح. من كل الحاجات اللي كان بيشاركوا فيها، الاستحقاقات اللي بيخشوها، لو في لا قدر الله اخفاق بيبقى مره كل كام سنه يعني، فالحاجات دي بتبقى كنز زي ما بيقولوا للاجيال اللي طالعه والاجيال اللي مشيت، والواحد بيتباهى بيها يعني بعد عمر طويل. النادي الاهلي خد كذا 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 في عهد كذا وفي تاريخ كذا، فالحاجات دي كلها بتبقى كويسه. يجي واحد يشكك فيك في قدراتك او يجي ينتقدك، بعد ما بينتقدك بيطلع هو الغلطان يعني. ما ينفعش حد يقول لك ايه ان النادي مثلا الاهلي مش منافس لفرقه معينه، بالعكس الدنيا مش هتتشقلب يعني، كل واحد عارف على الارض ايه وضعه وايه قيمته وايه تاريخه. دايما ليا مقوله ثابته في الجزئيه دي، بقول دايما التاريخ هو اللي بيكتب على النادي الاهلي مش العكس، مش الاهلي اللي بيكتب التاريخ. يعني التاريخ هو اللي دايما بيكتب عن احداث وبطولات النادي الاهلي وانجازاته، مقوله جميله. مش العكس، مش الاهلي هو اللي بيكتب التاريخ، لا التاريخ هو اللي بيكتب عن النادي الاهلي. اكيد مقوله جميله جدا، للتاريخ ما ينفعش يتلعب فيه، هو اللي يعني ايه بيتحط كل حاجه في التاريخ ده. ما ينفعش يقول لك انت خدت بطولات كذا وانت ما خدتش، فالتاريخ بيثبت لا في سنه كذا خدت بطوله كذا. ودايما ان شاء الله الاستمراريه والتاريخ النادي الاهلي يعلى في كل الاستحقاقات وكل المشاركات اللي بيخش فيها يعلى اكتر يعني باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ما نخش بقى في مشوار الاهلي في الدوري، وعندنا اخبار المنتخب وكاس الامم والبطوله والدوريات الاوروبيه اللي بتنتهي ومباراه صلاح ان شاء الله، عندنا احاديث كرويه كتيره، لكن عايز اعمل اطلاله كده سريعه على لجنه اكتشاف المواهب. اللجنه شكلت في بدايه هذا الموسم والموسم بينتهي. الدور اللي منوط بهذه اللجنه، الاختيارات اللي تمت، الفتره القادمه شغلكم ماشي ازاي؟ هو الحمد لله يعني الترشيحات والاختيارات اللي احنا توفقنا فيها، طبعا بنطلع معانا الكابتن محمود صالح رئيس اللجنه، وما بيجي اي مثلا حد من الناس الوكلاء او حد موجود معانا ينتمي للنادي الاهلي بيرشح لنا حد، كابتن محمود بيبعتنا بنبص عليه في اي مكان داخل مصر او اي مكان في مثلا في اي دوريات، فبنروح بنعمل نظره عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما يقع الاختيار عليه، بعدين بعد كده دورنا بينتهي بنقدمه للقطاع الناشئين بقياده الكابتن فتحي مبروك، وهم اللي بياخدوا فيه قرار بالنسبه لانضمامه للنادي الاهلي. انما احنا عندنا رئيس لجنه كابتن محمود، وكل واحد لينا دور من اللي احنا اللي موجودين معاه في اللجنه، كابتن ناجي وكابتن حمدي وانا موجود معاهم، كابتن ناجي خليل وكابتن حمدي احنا الثلاثه مع الكابتن محمود صلاح رئيس اللجنه، وطبعا كل حاجه بنعملها بيبقى تحت اشراف مجلس اداره النادي الاهلي، وبيبقى في تواصل الحمد لله على طول يعني. اللجنه السنه دي لقيت في مواهب كتيره ممكن تنضم للقطاع، او عدد مميز من اللاعبين في الاعمار السنيه المختلفه، ولا
القصه بقت صعبه. لا الحمد لله، الحمد لله بتوفيق ربنا يعني حصلنا على بعض اللعيبه وقدمناهم للاجهزه الفنيه وقطاع الناشئين وربنا وفقنا فيهم، وحتى في ناس الحمد لله برضو تحت عينينا وشفناهم وكتبنا فيهم تقارير ان هم يكونوا موجودين باذن الله في النادي الاهلي. دي ترجع برضو للناس المسؤوله، هم بيقيموا كل حاجه وبيشوفوا بيعملوا دراسه وبعد كده بياخدوا قرارات ان شاء الله تكون في صالح اللجنه وفي صالح اللعيبه اللي منضمه. ايه اكتر حاجه بتركزوا عليها يا كابتن صديق في اكتشاف المواهب؟ احنا بنركز على المراكز اللي ممكن تنفعنا في النادي الاهلي، يعني اي مركز مثلا بيكون عندنا فيه احنا مثلا اشترينا واحد مثلا في نص الملعب او اشترينا اثنين في نص الملعب، احنا بنشتغل لو ان شاء الله ربنا يعني يوفقنا بنحاول نشوف حد في المكان ده في الاماكن اللي احنا بنبص فيها يكون على المستوى المطلوب وبنيجي نقدمه للنادي. في حد بيطلع من قطاع الناشئين بيسد الحاجه دي اللي الفريق الاول عايزها، في حاجه بتطلب مننا احنا بالنسبه للمراكز بنشتغل عليها، فمن اول تحت لحد ما بيطلبوا مننا. لو حد طلب مننا حاجه في الفريق الاول طبعا احنا تحت امرهم ما نقدرش نتاخر، ان احنا بنجتهد ونشوف في كل الملاعب وكل الانديه الحاجه اللي هتفيد النادي الاهلي. ركز على المراكز المطلوبه، يعني عندك مثلا حته مثلا ناحيه اليمين محتاج حد فيها بنبص ندور ونكتشف نشوف في الاماكن في الانديه كلها لحد ما نوع اختيارنا على حد وبنقدمه في النادي الاهلي. هم زي ما قلت لحضرتك الراي الاول والاخير ليهم في التقييم، ما بنروحش نجيب واحد كده وخلاص. ممكن مثلا احنا في فتره مثلا بنشتغل فيها يعني كل ما تروح حته تلاقي واحد تحت المهاجمين، تلاقي فيه 500 واحد تحت المهاجمين، عندنا ناس تحت المهاجمين الحمد لله في النادي الاهلي كويسه جدا جدا، فصعب تجيب ناس في اماكن يكون موجود منها يعني في النادي. يعني بتنزلوا وتشوفوا بنبص على المركز بتكتشفوا الاول بتتبلغوا بالمراكز اللي فيها احتياجات انت عايزها. ده بالنسبه لليوم مشاركات ومسابقات، انما طبعا المدرسه يعني 9 سنين 10 سنين 11 سنه ده اللي بتختلف المعايير في الاختيار بالظبط، ان دوت ملوش دعوه بقى بايه مكانه فاضي، لا ده انت بتشوف بنشوف الموهبه، لان انت برضو اللجنه مطلوبه في ايه؟ ان انت المواهب دي في انحاء مصر كلها، انت عشان تعتمد ان حد يجي لك ممكن واحد يكون ظروفه صعبه جدا جدا صح. ما ينفعش ان هو يجي لك لا وضعه المادي ولا وضعه الاجتماعي ان حد يجيبه مثلا من اهله ويجيبه لغايه عندك، فانت المفروض انت اللي تروح وتكتشف وتبص وان شاء الله بتلاقي، لان مصر مليانه مواهب بس عايزه ان انت تروح يبقى في دقه في الاختيار وتدور، ودي مالهاش دعوه بمراكز لان السن ده ملوش دعوه بمراكز، ده بيلعب مهرجانات بتشوف اللعيب موهوب بيجي بيخش النادي بيشتغل مع المدربين وبيعلى معاهم بقى. لكم ليميت معين ليميت كده في اختيار الاعمار السنيه ولا مفتوحه ممكن توصل حتى لو شفت موهبه في الفريق الاول؟ لا والله انت لو شفت في الفريق الاول حاجه هتفيد النادي، بتنقل وجهه نظرك للمسؤول اللي معاك والمسؤول اللي معاك بينقلها للي فوقيه واللي فيه بيوصلها لمجلس الاداره. ما ينفعش انا لوحدي شفت حاجه اروح للناس في مجلس اقول لهم انا شفت فلان، لا احنا عندنا الحمد لله شغل منظم وفي العمليه تدريجيا، يعني ايه مفيش حد يتخطى دور حد، انما لو انا شفت واحد كويس بنقل وجهه نظري للكابتن المسؤول عني كابتن محمود، هو في المسؤول عن الكابتن محمود في المسؤول عن المسؤول عنه، وفي الاخر لو حاجه تفيد النادي الاهلي ما حدش بيتاخر ان هو يضم اي حد ان احنا نشوف يكون هيفيد النادي. فكرة الإدارة هي جاية باستحداث جديد بالتطورات الجديدة في الوسط الرياضي أو في الوسط القروي بعد ما خلاص ما بقاش فيه كشافين زي زمان. لا ما دور الكشاف من بعد ما أغلبية الملاعب بتاعت المدارس انقرضت، يعني زمان كان المؤاخذة الحوش بتاع المدرسة كبير جدا. أنا أقصد إن الإدارة خير وبديل لده. في ماتشات تروح مثلا اللي راح يكتشف زمان يروح عند المدرسة يلاقي لعيبة كتير، ما فيش حاجة زي كده. زمان في الأحياء الشعبية تلاقي في دورات وتلاقي لعيبه كتير جدا جدا، دلوقتي الاماكن دي في مكانها باركينج في مكانها مثلا محلات اتفتحت، يعني الدنيا اتقفلت، انما زمان كان في مساحه كمان. حتى المدارس ما انا قلت لحضرتك ايه حتى المدرسه لما سوري يعني في الكلمه الحوش بتاع المدرسه اللي هو بتاع المدرسه كان كبير جدا جدا جدا، في سله في هاندبول في قدم، دلوقتي تروح تلاقي ايه بنوا عشان عدد السكان زاد الناس كترت الكثافة عدد اقول لحضرتك ايه يعني الكثافة السكانية او كثافة الطلبة نفسها في المدارس، الطلبة في المدرسة كان في مثلا 50% دلوقتي المدرسة فيها 100% لدرجة ممكن ما الاقيش حاجة يقعد عليها، واخد بال حضرتك؟ فالوضع اختلف، الأول كان في مساحات كانت واسعة زمان بالنسبة لو بتكلم على القاهرة شبرا الأحياء الشعبية
عين شمس، كل الاماكن اللي كان فيها مساحات كبيره طلع منها لعيبه كوره. روح العباسيه هتلاقي كل لعيبه مصر مثلا من العباسيه، من شبرا، من 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 عين شمس، من مثلا من المطريه، كان في لعيبه كتير. كل دول الاول كان فيه ايه؟ اكتشافات، مساحة في مواهب، مساحه تكشف مواهب بالظبط. دلوقتي لازم انت بقى السيستم اتغير بتاع العمل، انزل بنفسك وتدور وتشوف، انزل دور المساحات قلت، تروح مثلا تبص في مكان معين حد بيدلك. والحمد لله احنا عندنا ناس برضو تحب النادي الاهلي، لما حد بيشوف حاجه يبقى على تواصل معانا ومع الكابتن محمود، وبننزل احنا نعمل الدور اللي احنا بنقدمه. انما زمان كان في كشافين، وبالنسبه للملاعب الدنيا كلها كانت فاضيه يعني. لا، كل التوفيق لكم يا رب في لجنه اكتشاف المواهب، وان شاء الله نشوف الفتره الجايه لعيبه كده على مستوى عالي تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. الوقت عشان ما يسرقناش، مباراه الاسماعيلي مباراه مهمه جدا، هي مباراه كبيره، مباراه جماهيريه الاهلي والاسماعيلي، لكن هي طبعا بتقام بدون جمهور في استاد برج العرب، لكن هي مباراه مفصليه بالنسبه للاهلي عشان الدوري العام. 3 نقاط بيقربوك بنسبه 70-80%. اكيد. لان خلال الثلاث مباريات القادمه كل مباراه ب3 نقاط بتقربك 10-15% من الوصول لل 100%. بتبقى مهمه جدا بالزبط. جدا. شايف المباراه ازاي والاجواء المحيطه بيها، وفي ظل ان في اخر 5 مباريات الاهلي بيكسب وبيجيب اهداف في توقيتات قاتله كمان. ما دي مش من فراغ. في ضغوطات جامده جدا جدا على اللعيبه وعلى كل المنظومه بتاعت النادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي لا بديل عن الفوز. اكيد. يعني التعادل ده لا قدر الله يبقى انت بره الموضوع. فدي بيبقى فيه لود كتير على كل المنظومه كلها. انت بتيجي مثلا الماتش سموحه، شوف النتيجه خلصت مثلا في وقت مثلا، بس الجون كان ممكن يجي في الشوط الاول، يجي في الشوط الثاني، يجي في الوقت الضايع. المهم ان احنا الحمد لله قدرنا نحصل الـ3 نقاط. بيبقى فيه صعوبه لان الفرقه اللي جايه تلعبك بيبقى عندها مهام اصعب منك. انت بتلعب بطوله الدوري، هو هينزل لما فريق زي سموحه ينزل بيلعبك بكل الطرق الدفاعيه وبيموت نفسه، عايز المباراه تطلع درون. فانت الحمد لله توفيق ربنا قدرنا نحرز الهدف في وقت قاتل. صح. نفس السيناريو جينا مثلا الحمد لله احنا توفقنا مع انبي وجبنا جون بدري، بس برضو حطينا تحت ضغط. انا عمري ما شفت يعني برضو في ظروف ان النادي يمر بيها زي دي. في ضغوطات جامده جدا، تبقى انت كسبان 1 وخايف لا قدر الله يجي فيك جون. الوقت مكهرب، اللي قاعد على البنك بره مكهرب، اللي في الملعب، اللي قاعد في المدرج. فده بيبقى في ضغط بكل تفاصيله صعبه، في صعوبه جامده جدا جدا، وبالذات عليك انت نادي بطل، انت نادي مطلوب منك بطولات، ما ينفعش انت ايه تتعادل، ما ينفعش انت تتكسل، ما فيش حد مقصر، كل الناس قايمه بدور على اكمل وجه. بص يا كابتن صديق، انا بس في والله كلمه عايز اوصلها للجمهور. كره القدم مكسب وخساره، يعني الكوره وارد فيها المكسب وارد فيها الخساره، بس انت قدر الامكان بتحاول تجتهد وبتاخد بالاسباب وبتلعب وبتأدي افضل ما يمكن من ادائك عشان في الاخر تحقق 3 نقاط لجمهورك. كلام لكن هي الرساله اللي لازم توصل للجماهير، هو النادي الاهلي بيلعب على المكسب ولا على البطولات، لكن الكوره وارد فيها كده وكده، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك عشان تكسب. كلام مظبوط 100%، وكنا نتطرق ليه. انا دخلت في حته تانية اللي انت سالتني فيها، انما في حته لما نتكلم فيها يعني هم عندهم وعي وعندهم ثقافه كبيره جدا جدا جماهير النادي الاهلي. يعني احنا مش ان احنا ايه، احنا برضو لازم ننور الناس او لا عشان الضغوطات اللي علينا، ان في ناس برضو يعني ايه تقول لك ايه، بس برضو لا ما ينفعش. لا ينفع، كره فيها مكسب وخساره، وممكن يجي لك فتره الكره ما عندك بالظبط. يعني بص حسين الشحات، اي حد هيطلع ينقده، من افضل اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي وافضل الصفقات، ولعيب عالي جدا جدا جدا، يعني لعيب ممتاز. لو ما كانش بالصفات دي او سمت او عنده شخصيه النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيجيبه، بس الكره ما عندها، في ضغوطات عليه، هو بيلعب مفكر جه النادي الاهلي في الظروف دي لازم يشيل النادي الاهلي، لازم يكسب النادي الاهلي، هو اقوى صفقه. كل الحاجات دي كلها اللعيب، في لعيب يتحملها وفي لعيب يتاثر بيها. طب نضرب مثلا ومش بعيد شويه، الناس بتنسى شويه للاسف مع الوقت، فلافيو، فاكر اول سنه لفلافيو؟ طبعا. الاراء كلها كانت رايحه في اتجاه ايه؟ الجون اللي هو صفقه خاسره وما توفقش مع النادي الاهلي، والمفروض مش ده اللي يلعب في النادي الاهلي. وساعتها انا فاكر مانو جوزيه قال لك ده من افضل الصفقات، واتفرجوا عليه السنه الجايه شوف هيبقى عامل ازاي، وانه القدر رياضيين، وكتبت فيه مقالات وموضوعات وحاجات كتيره جدا، وفي الاخر فلافيو بعد ما مشي كان افضل مهاجم موجود في النادي الاهلي مع عماد متعب، وكان له دور كبير جدا، وكان هداف، من افضل اللعيبه الاجانب، افضل اللعيبه الاجانب اللي جت النادي الاهلي، وبقى رقم 1 وبيكسب الفرقه مع المثلث ابو تريكه وبركات بالزبط. وعماد متعب. ما هنا الناس، ما عشان كده جميل النادي بيقول لك واعيه وعندها ثقافه كرويه كبيره جدا جدا. حتى برضو في فرق في الضغوطات دي هيقول لك لا
ده النادي الاهلي، ايه يعني لا قدر الله وحصل اي حاجه عكسيه جت احنا مش متوقعينها، بس اللعيبه حاطه في اعتقادها وحاطه في عزم وفي اصرار وفي هدف عندنا اللي هو بطوله الدوري. انت بتعمل اللي عليك في الملعب، التوفيق ده بتاع ربنا. ماشي. الماتش انبي الحمد لله قدرنا نحصل على 3 بونت، احنا دلوقتي 73 نقطه، عندنا مباراتين، مباراه الاسماعيلي برضو للجهاز الفني واللعيبه ولينا احنا كلنا تركيزها اعلى مباراه الثانيه. صح. الاسماعيلي كل المباريات اللعيبه اللي فاتت كان فنيا قليل، مفيش تركيز، كان في حاله انعدام وزن، تغيير مدرب، مدرب جديد جه، اللعيبه في ظروف، في مشاكل، كل ده بيتنسي امام النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ده حاجه تانية خالص، هيجي مركز معاك، مش عايز يخسر، عايز يلعب لغايه اخر دقيقه، عايز يطلع يعوض كل الفتره اللي فاتت، وعنده لعيبه عايزه تثبت ذاتها في نهايه المسابقه، وعنده لعيبه هيقابله برضو ان شاء الله. النادي الاهلي مش قليل، النادي الاهلي حاطط زي ما الاسماعيلي مركز، تركيز النادي قال اعلى بمليون مره، لان عندنا بطوله عايزين نحققها لجماهيرنا، واللعيبه الحمد لله مركزين، لعيبه النادي الاهلي مركزين. لاسارتي اتعامل ازاي مع المباراه؟ لاسارتي هو بس ايه، انا ما ينفعش اقيمه يعني زي ما بيقولوا ايه، مش تقييم، لا بص يا كابتن انا بقول وجهه نظري، عشان انا برضو ايه، انا موجود في مكان اقول وجهه نظري، انا عايزه ولا لا ما اقصدش، اقصد يتعامل مع المباراه زي ما يعني انت كمدرب يتعامل انا بعيد عن النادي الاهلي. بالظبط. يعني يتعامل مع المباراه ازاي؟ تمام. هو نفس التشكيله الاساسيه ولا كل مباراه ليها ظروفها؟ لا انا سعيد جدا بعوده طبعا الثقه للشحات، وان قدر برضو سجل الماتش اللي فات. وكل مدى بيعلى كيرف بتاعه بيعلى. عوده وليد، انا بحب اشوف وليد في الملعب، بس طبعا صعب ان وليد طبعا قوه ضربه ومكسب كبير وجوده في تيم النادي الاهلي. انت شوف بينزل لو حتى كورتين، عامل لك واحده بالعرض لازارو كان هيجيبها جون، ممكن تقعد 40 دقيقه 35 دقيقه مفيش جمله زي دي اتعملت. ما الخبره هنا بتبان في المواقف دي. يعني وليد وجوده في الملعب، ازارو ابتدى يفوق برضه، الحته البدنيه عاليه جدا، ولما رجع من الاصابه ابتدى يخش مع الفرقه. احمد فتحي اللي طبعا رجع بقوه، كل لعيبه النادي الاهلي مركزه. بس هو انا عايزه يركز فيه بقى المدرب، ان يخلي باله المباراه كبيره وصعبه وقويه، تركيزه في التغييرات، في توقيت التغييرات، في تركيزه مع سير المباراه، مع سيناريو المباراه، ما يبقاش انا قاعد ممكن اعمل تغييره كويسه ان هي تقلب لي الماتش وافضل صابر عليها لحد اخر اربع خمس دقائق. شايف ان هي جزئيات صغيره لكن ممكن تكون تفصل في المباراه. طبعا طبعا طبعا. انت لما يكون في فتره ما لقيت كوتش يا كابتن في تغييرات يا كابتن محمد لازم تعملها، تقلب الجيم يبقى لصالحك. يعني في ضغوطات عليك في الماتش وسايب في حاجات في الملعب، التغيير لازم تعمله عشان يصنع الفارق، وبعدين ما تاخرش على تغييري. انت يعني مثال بسيط. يعني ما ينفعش اتكلم فيه بس هو الكلام بيجيب بعضه. مدرب ما عنده لعيب كويس جدا جدا، جه شاله الماتش عمل كده عليه، لو موجود يفرق معاه، بيلعب في البطوله الافريقيه. بعد ما شلته مثلا دخل في الجول. ما في لعيب بيبقى في الملعب قوه ضربه، وفي لعيب بيبقى قاعد على البنك لازم تفكر امتى تنزله، في توقيت معين لازم تنزله يفرق مع الفرقه. ما يبقاش انا عندي واحد كويس جدا او شايف ان هو لو لعب 25 دقيقه او 30 دقيقه هيفرق ويدي باور للفرقه ويغير من شكل اللعب ونضغط على الفرقه الثانيه، اجي انزله خمس دقائق اربع دقائق. الملاحظ الفتره الاخيره ان الدكه بقى ليها دور في الاهلي، يعني بينزل وليد سليمان بيأدي بشكل كويس جدا، ووليد طبعا لعيب لا غنى عنه وافتقدناه للاسف في توقيت كان حساس الفتره الاخيره. طبعا. نزول مروان محسن احرز هدف، بينزل جيرالدو وكان ليه دور في هدف. طبعا. الدكه الفتره الاخيره بقى ليها دور ايجابي مع التشكيله الاساسيه. طبعا. بس البطل اللي دكته جامده هو ده بطل، انما ما تجيبليش بطل ما عندوش احتياطي بره. لو اتنين ثلاثة من الاساسيين حصل لهم اي حاجه، ودي مر بالنادي الاهلي ظروف صعبه جدا جدا. صدقني يا كابتن محمد اي فرقه في مصر لو مرت بظروف النادي الاهلي كان زمانه مثلا الخامس او السادس. ضغوطات غير عاديه بالنسبه لا قدر الله الاصابات اللي حصلت. صح. ان شاء الله ما تتكررش، وسواء حد موقوف حد لسه مش في الفورمه، فكون النادي الاهلي يلم نفسه في الظروف دي يوصل بينافس على البطوله الحمد لله ومتصدر، التوقيتات دي استفيد بكل واحد على البنك. وعندنا دكه الحمد لله بفضل الله كويسه جدا، اي اتنين تلاتة من اللي ينزلوا من بره هيصنعوا لك الفرق مع الفرق. بس امتى توقيت النزول ده كابتن؟ لازم المدرب يكون مركز فيه. يكون مركز جدا في التوقيت. طبعا طبعا. انا فرد كويس جدا. هجيب لك جون مثلا وانت حاسس ان انا هفرق مع زميلي. لو واحد مش ماشي معاه وفاضل 20 دقيقه 25 دقيقه في المباراه، لا احط بقى اللي ينزل، لان انت عارف ان ده لعيب كبير ولاعب منتخب ولاعب قوي، يبقى استفيد بيه وقت ولا اديله 3 4 دقائق؟ ما مش كل مره انت ظروفك تخدمك ان انت تسجل كده، لا لازم تامن نفسك. انا بتمنى من الله ان شاء الله باذن لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه هم لعيبه رجاله
ومروا بمواقف اصعب من دي جدا. نركز كده في اول ربع ساعه نص ساعه باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نجيب جون نجيب جونين عشان الناس ترتاح. لا بس خلي فرحه الدقيقه 90 ما هي حلوه بس شقه ومجهود ذهني كبير جدا جه للناس كلها. انت مش شايف الناس يا كابتن محمد سواء اللي في المدرج او اللي في الملعب حزيز. احنا بنقعد يعني والله العظيم ثلاثه ما حد بيتملك نفسه. اصعب نتيجه في العالم 1-0 وفاضل 10 دقايق او 5 دقايق. طب نطلع نشوف التقرير الاول راي الجمهور في مباراه الاهلي والاسماعيلي بعد كده نرجع نتكلم في الدقيقه 90. اتفضل نخرج التقرير نشوف في راي جمهور النادي الاهلي وتوقعاته ورؤيته لهذه المباراه مباراه الاهلي والاسماعيلي ثم نواصل الحديث مع كابتن صديق جمال والحديث عن الاهلي في الدقيقه 90 بعد هذا التقرير. هي طبعا هتبقى مباراه صعبه جدا، اخر مباراه هتبقى في الموسم قبل ما الدوري يقف. هي الاهلي طبعا هيبقى نازل مركز وضاغط، وان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله 2-0. ان شاء الله الاهلي يكسب والاهلي كبير وان شاء الله الدوري بتاعنا. ان شاء الله طبعا الاسماعيلي يعني برضو نفسه يكسب، بس برضو يعني الاهلي طبعا ما ينفعش، يعني الاهلي يعني في القمه فلازم يعني هيدوس على نفسه في اللعب شويه. طبعا بالنسبه للاداء الاهلي يعني حتى وهو في اسوأ حالاته بيعرف يكسب. الاهلي فريق كبير طول ما احنا عارفين دايما، الاهلي فرقه اعظم نادي في الكون. قابلتنا ظروف صعبه الفتره اللي فاتت بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها وبين اول دوري. بالنسبه للاداء الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه محترمه بس احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نكسبها ونحقق الفوز وان شاء الله نضمن 3 نقاط ان شاء الله باذن الله. تقرير سريع استطلعنا فيه راي الجماهير لكن الكل متفائل يا كابتن صديق. الناس متفائله وعارفه قيمه النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي في المواقف الصعبه. يعني كلام جميل بتاع الشاب الصغير بيقول لك الاهلي فريق كبير بيقدر يتغلب على الظروف. صح. فعلا اتغلب على الظروف دي. دي جماهير كلها عارفه الحته دي ودي مطمنهم. الاهلي في المواقف الصعبه الحمد لله بيتغلب على الظروف وبيقدر يوصل للهدف اللي هو يحققه باذن الله. الدقيقة 90 بقى انت خليت العالم كله يتكلم عليك. ليه؟ فكرة انك تجيب هدف في الدقيقة 90 ده احنا دلوقتي بنعمل تاريخ جديد، عدينا ال 94 وال 98. يعني بنوصل لمرحلة اللي انت مش بتفرح جمهورك، انت بتقتل اي منافسة للمنافسين معاك. بمعنى اصح انت بتوصل لهم احساس ان انا موجود ما تطمنش للنتيجة الا لما الاتوبيس الاهلي يطلع من الاستاد. فانت لا انت كمان بتوصل رسالة للمنافس ان انا موجود هكسب في اي وقت ومش وهكسب ومش هسيب المسابقة، يعني مش هسيبها. ما دي بتسبب للمنافس زي ما اتكلمت برا الفاصل، بتسبب للمنافس ضغط عصبي وذهني. يعني انت قاعد خلاص اطمن انت فقدت مثلا نقطة ونقطتين او 3 نقط، انت بتفاجئه. دي بتبقى ايه؟ رصاصة الرحمة زي ما بيقولوا، بتروح في الاخر خلاص فقد الامل بقى في ان هو ايه عايزك لا قدر الله يحصل لك اي عراقيل او حاجه. فدي خلي بالك دي مش جديده. هفكر بس حضرتك والساده المشاهدين لان تاريخ النادي الاهلي كبير ولازم برضو نفكره للناس. انا كنت صغير في السن، صغير جدا يعني. كان الاهلي كان بيكسب، جه مره كان بيكسب في اذان العصر، يقول لك ايه ننتقل للاستوديو عشان اذان العصر، يجي ينقله الاذان محمد عباس جايب جون او جنيه. يجي مثلا الاهلي بيلعب مصنع 36 بيلعب اسكو. الانديه دي زمان كانت انديه كبيره جدا طبعا، اللي كان فيه كابتن رمضان السيد وكابتن حمامه وكابتن شفه وكابتن اينو. كابتن احمد عبد الباقي في الماتش خلاص خلص في الوقت الضايع يطلع يجيب جون. كابتن حسام بدري مره جاب جون خلاص الماتش خلص في الدقيقه الوقت الضايع الثانيه الاخيره. فالاهلي من زمان الحته دي ساعه وقت الشده الرجاله بتطلع بقى بتاعته واللعيبه بيحلوا الموقف. فحاجه بتبقى مفرحه. انا معاك خلص في اول ربع ساعه بس برضه جول في الدقيقه 90. انا نفسي في اول ربع ساعه ليه؟ ان احنا يعني وده حصل نرتاح. ده حصل في ماتش امبارح على فكره، ما جبنا جول بس احنا ربنا يكرمنا بالثاني والثالث. اصعب نتيجه يا كابتن محمد 1-0 برضه بتسبب عليك ضغوطات لان قدر الله تيجي لك واحده مرتده كوره ثابته، ما الاجوان بتيجي ايه؟ اخطاء كورنر، في واحد مش ممسوك في وسط الدفاع واقف مثلا مش مركز مع واحد، تيجي ضربه ثابته. فان شاء الله ربنا ما يحطناش في موقف زي ده ونكسب كده ونفرح الناس باذن الله من الاول ان شاء الله. وجود فاصل زمني ما بين مباراه انبي ومباراه الاسماعيلي حوالي 5 ايام او اسبوع،
شايف الفاصل ده بيدي اريحيه للجهاز انه يحضر بشكل جيد؟ اه طبعا، لما يكون عندك فتره زمنيه كويسه 4 أيام 5 أيام في عندك الناس، مثلا لو في واحد او 2 أو 3 مجهدين الراحه بتفرق، غير ما يكون المباراه متلاحمه كل يومين، كل 3 يعني مباراه كل 3 أيام، فدي صعبه جدا جدا. فانا شايف الخمس ايام دول كان بيدوا رؤيه وبيدوا ارتياحيه للمدير الفني كابتن ان هو في اختياراته يكون موفق فيها. شايف مين ممكن يرتاح مثلا او يوم او يومين برضه يرجع للمباراه الثانيه بيبقى فريش وكويس. فالحمد لله برضه من دي كويسه في صالحنا، الحمد لله ان في فتره زمنيه كويسه يقدر اللعيب يرتاح فيها. قبل المباراه الاخيره الاسماعيلي لما فاز على الداخليه ب2-0 كان عنده نتائج سلبيه في الثمان مباريات اللي قبلها. ده معناه انه استعاد نغمه الانتصارات ولا ده معناه ايه قبل مباراته مع الاهلي؟ هو بس هو طبعا الداخليه هبط، فالدوافع مش موجوده، ما كانش عنده دوافع. نادي الداخليه ما عندوش الدوافع ان هو ينزل يقدم عرض قوي قدام نادي الاسماعيلي. المدير الفني مشي، في حد جه مكانه، اللعيبه خلاص بقى كل واحد بيدور هروح امضي مع مين الموسم اللي جاي. فالفريق كان فاكك شويه بتاع الداخليه، مش بتركيز زي ما كان بيلعب عايز 6 بونت عشان يقعد بيهم في البطوله. مش هو ده اللي لعب النادي الاهلي، الداخليه لعبت الاهلي، مش هو ده اللي لعب نادي الزمالك مثلا كان هيتعادل ويضيع ضربه جزاء. فالدوافع اختلفت وما بقتش مقياس. الدوافع لما بتختلف بتفرق، جت بالسلب على فريق الداخليه، هي ادت باور او ادت ايجابي للاسماعيلي انه يطلع من الحاله اللي هو فيها. الاسماعيلي مر بظروف صعبه جدا جدا برضو، بس زي ما بقول لحضرتك ممكن الظروف دي توقع فرقه ما تتلمش نفسيا، ممكن فرقه ثانيه تمر بظروف تقدر تقف على رجليها. بس طبعا مباراه النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي هتبقى مباراه كبيره جدا جدا، الناديين كبار، وزي ما النادي الاسماعيلي عامل حساب النادي الاهلي ومركز جامد، برضو النادي الاهلي عامل حساب الاسماعيلي غير ما يلعب مع فرقه ثانيه. مباراه الاسماعيلي والاهلي ملهاش اي معايير بالنسبه لايه ان ده ترتيبه ايه في الجدول، يعني جدول الدوري لا يمت المباراه بصله. ما ده كنت لسه اسالك عليه، للاسماعيلي في المركز السابع ب 41 نقطه وفوزه على الداخليه هي كانت المباراه اللي طمنته اكتر. عنق الزجاجه للاسماعيلي يبعد عن فكره الانديه اللي بتواجه شبح الهبوط. لانه خلاص 41 نقطه اللي في المركز ال 16 ب 34 نقطه بتروجيت. لو كسب المباراتين القادمتين هيبقى ده اخر فريق في الفرق اللي هي الهابطه، هيبقى 40. فبالتالي الاسماعيلي خلاص بعيد عن فكره شبح الهبوط. ما هو الاسماعيلي بعيد، حتى قبل الماتش اللي فات كان يحتاج بونت او حاجه عشان نفسيا يرتاح. سؤال حضرتك، هو حقق الهدف المرجو منه في مباراه الداخليه، هو كان عايز 3 نقاط وحظه حلو جدا. والنادي الاسماعيلي برده من نعم ربنا عليهم ان هم ما قابلوش فرقتين وهم محتاجين للنقاط دي يكونوا هينزلوا. كان الاسماعيلي كان ممكن يعاني بالظروف اللي هو بيمر بيها بالظبط. فبرضه بارك لهم على مباراه الداخليه، بس ان شاء الله احنا نكسب يعني باذن الله مباراه الاسماعيلي، لان احنا اولى ب3 بونت. اهميه اللقاء، الدوافع اللي عند النادي الاهلي اقوى من الدوافع بتاعه الاسماعيلي. بس على الجانب الاخر لو هنظر على دوافع الاسماعيلي، في لعيبه عايزه تثبت وجودها، في لعيبه عايزه تتسوق للسنه للموسم القادم، في لعيبه عايزه تثبت وجودها في الاسماعيلي عشان تكمل مع الفريق. ده ممكن تكون دوافع عند اللعيبه مش عند الجهاز الفني، لا عند اللعيبه نفسها بتاعه الاسماعيلي. بص بالنسبه للاسماعيلي تختلف عن الداخليه والفرق اللي خلاص هبطت. ليه؟ النادي الاسماعيلي نادي كبير، كل اللي موجودين فيه دلوقتي يعني هم المفروض يكونوا سعداء جدا ومبسوطين. النادي الاسماعيلي نادي كبير ومحترم طبعا، وليه تاريخ كبير في الكره المصريه، وكان بيمتع الناس كلها. اللي موجود دلوقتي ما اعتقدش ممكن يكون واحد اللي كان عايز يمشي، ان بقيه اللعيبه هم مبسوطين ان هم في نادي الاسماعيلي، لان مش نادي قليل. بس حته الدوافع ان هي بتاعه المكسب او التعادل او مثلا الحاجات دي مش هتبقى موجوده زي ما موجوده عندنا، هي موجوده لاسم النادي. النادي الاسماعيلي عايز يقدم عرض طيب امام النادي الاهلي، مش عايز ينزل يجي مثلا يتغلب 3-4 فتلاقيهم مركزين. بس احنا تركيزنا باذن الله هيكون اعلى واقوى، احنا عندنا دوافع واحنا محتاجين المباراه، دافع البطوله. احنا محتاجين المباراه اكتر منهم. ولاعيبه النادي الاهلي سواء اللي هم منضمين المنتخب او حتى اللي عايزين يروحوا منتخب، وتركيزهم للبطوله مش اكتر ان هو عايز يلعب كويس يروح منتخب مصر. لا، هو كده كده هيتاخد منتخب، لعيبه كويسه جدا، بس الدافع عنده ان هو يحرز بطوله الدوري عشان يعوض الجماهير الكبيره عن البطوله اللي راحت منه. طيب كان في تصريح النهارده للكابتن طارق سليماني اتقال الصبح، ان قال ان فوز الاسماعيلي على الداخليه دفعه لخوض المباراه القادمه بدون ضغوط، يعني فوز الاسماعيلي على الداخليه هيخليه يلعب المباراه القادمه بدون ضغوط. تتفق مع هذا الراي؟ اتفق. قبل ما حضرتك تقول لي السؤال انا رديت عليه، قلت لك حضرتك ان الداخليه لما اسماعيلي كسب كان عنده الدافع يكسب عشان يرتاح، فخلاص مفيش ضغوطات، خد 3 بونت. الداخليه خلاص كان زي ما بيقولوا ايه بالبلدي هبط خلاص، سلم، قال لك انا نزلت. فدي ادت الاسماعيلي ارتياحيه كهدوء جوه النادي.
ان خلاص بقى يعني موقف الاسماعيلي ما فيش مشاكل. انما لو هو لا قدر الله الاسماعيلي كان محتاج زي ما قلت لحضرتك 3 بونت ولا 6 بونت وهينزل في الظروف اللي مر بيها كان ممكن يحصل له كده. صح. يعني نادي سموحه بالامكانيات اللي عنده انت ما كنتش تتوقع ان هو يبقى في المكانه دي. تعرف سموحه لو اتغلب الماتشين ينزل سموحه 2 كل واحد سموحه 35 نقطه. اه طبعا. كل بص يا كابتن من الثامن لحد تحت الدنيا مكهربه. يعني انا 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 حاسبها كابتن. انا جدول الدوري المصري السنه دي بقى شبيه للدوري الجزائري بصراحه. كابتن سموحه بتروجيت 35 سموحه 34 بتروجيت. المباراه اللي جايه يعني اللي هيخلص على الثاني لو واحد كسب انا ماسك كاتب يا كابتن صراع لبوت هيتحدد في الجوله دي بنسبه كبيره. هيبقى في كده جوله الاخيره سيبك من المؤجلات اهلي وزمالك لا اكلمك عن الناس اللي خلصت مبارياتها في عنده مباراه ومباراتين. صح. فانا بتكلم عن النقطه دي يعني. طيب قبل ما نكمل حديثنا في موضوع المؤجلات وشكل الهبوط والمقدمه نخرج لفاصل ثم نعود الحديث مع الكابتن صديق الجمال بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا الفاصل والحديث متواصل مع الكابتن صديق الجمال. كابتن صديق قبل بس ما اخش في موضوع الهبوط لان الامور متشابكه قوي في جدول الدوري. ماتش الاسماعيلي تتوقع قبل ما نختم هذا الموضوع ماتش الاسماعيلي تتوقع ان يكون فيه اهداف عاليه ولا المباراه تبقى مقفوله؟ لا هو المباراه تبقى مقفوله شويه عشان برضو الاسماعيلي عامل حسابه في الملعب يعني وممكن الاهداف هتبقى قليله مش كتير قوي. احنا بنتمنى ان احنا نحرز اهداف يعني بس هي هتبقى مقفله شويه. تتوقع في مش هيكون في فنيات عاليه قوي المباراه هتكون مقفوله وضغط هتبقى في ضغوطات في المباراه وهيبقى يعني الاهداف هتبقى قليله شويه بس احنا بنتمناها كبيره يعني نكسب 2-3 ربنا يكرمنا باذن الله بس هتبقى الاسماعيلي لازم نقفل تمام لان برده الكابتن صبري مناوة عارف حجم وقيمه النادي الاهلي فمش هينزل لو نزل فتح كده هو يخاف من الحته دي وهو بصراحه ليه تاريخ طويل قوي في التدريب مع النادي الاسماعيلي ومسك الاسماعيلي في توقيتات حرجه وقدر ينتشل الاسماعيلي من توقيتات كانت صعبه وبيختم الموسم بمسابقه الكاس بيفوز بالبطوله مثلا هو بيلعب برضو عايز يبقى موجود في المكانه دي فبيلعب بحرص وبيقفل عشان ما يلعبش مفتوح ويجي مثلا بتفرق معاه طيب شكل الدوري بصراحه غريب يعني انت بتتكلم النجوم خلاص النجوم هبط والداخليه هبط رسمي. لكن بتروجيت من المركز ال 16 لطلاع الجيش في المركز الثامن انت بتتكلم في نص فرق الدوري الفرق بينهم بالظبط حوالي 3 نقاط يعني مباراه واحده ما هي ولسه متبقي لفرقه فيها مباراتين ولفرقه اخرى 3 مباريات ما هي قلت لحضرتك من الثامن لحد اللي 16. هو ال 16 من طلاع الجيش بيبي دجله الانتاج الاتحاد الجونه الحرس سموحه بتروجيت اللي عنده 34 او 35 واخد بال حضرتك واللي فوق 37 انت بتتكلم في مباراه ماتش واحد ماتش واحد لو في واحد من اللي تحت المباراتين اللي جايين هيبقوا في سهوله ليه كسبهم ده يحسن في الترتيب هيطلع فوق كتير جدا جدا مزبوط. يعني على سبيل المثال بالنسبه لسموحه وبتروجيت مباراه قويه جدا جدا بكره سموحه مع بعض يعني انا يعني وجهه نظري انا بتمنى سموحه يكسب يعني وجهه نظري الشخصيه ليه برضو فرقه كويسه و3 بونت هيبقوا 38 احنا على حياد من الفرقتين يا كابتن ها احنا على حياد من الفرقتين لا ما انا عارف احنا كقناه النادي الاهلي عايزين المباراه تطلع كويسه وربنا يوفق اللي يلعب كويس بس انا من داخلي من جوايا نفسي سموحه اللي يفوز بالمباراه يعني. نفسي بقول لك اللي في قلبي يعني واخد بال حضرتك 3 بونت 8 يبقوا 38 بونت لو بتروجيت كسب برضو ربنا يوفقهم لحد يفكر ان احنا بنهمدهم او حاجه لو كسب يبقى 37 بونت برضه ينقلوا بتروجيت ال 37 هو الكسبان منهم هيقعد بنسبه 60 70% في الدوري هيجيب الثاني لا مؤاخذه كابتن هيجيبه في مكانته هو يتخطاه صح يعني هيجيبه تحتيه هو يعديه في جدول الترتيب المباراه الثانيه ما تقلش صعوبه عندي عندك امبي والمقص امبي برضه من الانديه اللي لو نزل تزعل عليها منظومه كبيره وليه برضه باع في الدوري الممتاز والمقص عايز يقرب من المنافس والمقص بيلعب الحته اللي فوق بس برضو عشان الكونفدراليه شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن محمد عشان اكون واقعي ما اكونش انا بجامل حد احنا بنتكلم على الهوا يعني وفي ناس بيتفرجوا علينا امبي او سموحه ممكن اقول لك يصعبوا عليا بس هم يستاهلوا
يستاهلوا يتحطوا في المكانه دي. ليه؟ المباريات اللي فاتت دي كلها وتغيير الاجهزه الفنيه، هل الناس اللي هم ماسكين الانديه دي المنظومه بتاعتهم بالسهوله دي فرطوا في فرقه الكوره اللي هم بيشرفوا عليها ان يخلوها في المكانه دي؟ يبقى انت تحمل خطأك ان انت من الاول ما عرفتش تدير الفرقه اللي انت مسؤول عنها، ولا كلامي غلط؟ ده دي بنحطها كزي ما بيقولوا ايه، قرصة ودن كده، لما حد منهم ربنا يكرمه ويبقى فيه نجاة من الهبوط ما تتكررش معاه السيناريو ده الموسم اللي جاي. تمام، فهمت قصدي؟ عندك مباراة وادي دجلة وحرس الحدود نفس الإطار، وادي دجلة 36 نقطة، حرس الحدود 35 نقطة، برضو في المباراة في غاية الصعوبة، وبرضو دجلة من الناس اللي بتقدم كرة كويسة، والفترة اللي فاتت كان عاملين مباراة كويسة، وبرضو الحرس طارق العاشة جابهم من بعيد، الحرس كان في الأول خالص، كان في الآخر الدوري، فكون انه يوصل للمكانه دي برضو دي تتحسب له، بس المباراه دي فاصله. اللي هيكسب بكره في الماتشات ديت بنسبه 80% قاعد في الدوري. ما والله يا كابتن اسوأ نتيجه للفرق دي كلها انها تخلص تعادل. بص، مباريات غدا سوف تحدد بشكل كبير الفريق اللي هابط مع النجوم والداخليه، انا كاتبها قبل ما اجي لحضرتك، كاتبها قدام، ان الثلاثه بونت دول زي ما حضرتك قلت يا كابتن محمد هيوقعوا الفرق، هينزلوا. ما هي اسوء نتيجه ان تخلص الماتشات دي تعادل، لو حصل تعادل هيبقى مكسب لفرقه ثانيه. لا، ولو الماتشات كلها خلصت تعادل اقصد هيبقى يبقى الوضع كما هو عليه، ده هتبقى مشكله كبيره، حتى لجنه المسابقات ممكن الجوله الاخيره ما تحسمش مين اللي هينزل، فتضطر تعمل دوره بقى رباعيه او سداسيه. يا دوره رباعيه بس هنا ممكن يحسموها ازاي؟ اللي مثلا المواجهات المباشره، المواجهات المباشره بعد كده فريق انت في الدور الاول مثلا والدور الثاني انت كسبتني انا كسبتك، سكور ملعبك في ملعبي، فبتحسب كده فريق الاهداف، في زاويه هتخش في زاويه حسابيه صعبه في منطقه بالنسبه للاتحاد هتصعب عليهم الدنيا كلها. بالظبط، ده في ناس مقدمين من التماسات مش عايزين يبقى فيه هبوط، في ناس مش عايزين حد يبقى لا مش قصدي دي، احنا عايزين الدوري السنه الجايه واللي بعدها بدل ما يبقى 18 يبقى 16 و14 زي الدول العربيه الثانيه والدوريات بتاعتها ناجحه. انت لما تعامل الهيصه دي كلها 18 فرقه ومؤجلات وضغوطات عليك، طب ما انت من الاول تحسم البطوله. انسب حاجه للدوري المصري انا والله في مره في مكالمه مع الحاج عامر حسين 12 فرقه امتى الدوري هيرجع ل 16 و14 فريق؟ قال لي يا ريت يحصل ده، ففكره انك تلغي الهبوط والعدد يزيد لل 20 نادي لا هتبقى صعبه جدا. لا فهي زي ما قلت اتفضلت حضرتك كابتن محمد، المباراه اللي هي بتاعت بكره هتحدد بنسبه كبيره، واحنا مش عايزين تتكرر يكون في تعادلات ويبقى لغايه اخر جوله في البطوله. وفي نفس الوقت برضه في مباريات للصراع على المراكز المتقدمه. يعني انت بتتكلم مثلا في المصري المصري والانتاج الحربي، المصري بيحاول يقرب او يعني ياكد وجوده في المركز الرابع. بس الانتاج محتاج الثلاثه بونت. والانتاج محتاج الثلاثه بونت. عنده خطوره. عنده خطوره في الهبوط، لكن الدوافع مختلفه اقصد. الدوافع مختلفه للاثنين، واحد عنده دافع ان هو يحقق مركز، والثاني عنده الدافع ان هو ما يهبطش. المصري عايز يطلع فوق. خطوه للامام. الانتاج بعد ما كان، انت عارف الانتاج ده كان متصدر الدوري في اول خمس ست اسابيع، هو الدوري بتاعنا متذبذب سبحان الله. تخيل بقى ان قاعد لغايه اخر لحظه محتاج 2 بونت 3 بونت يعادوه، دوري غريب شويه. طيب قبل ما نكمل حديث في موضوع الدوري، معانا تقرير جمهور النادي الاهلي بيوجه رساله للاعبين مع اقتراب المنافسه من خط النهايه. خلاص احنا بنتكلم في ثلاث جولات، مباراه الاسماعيلي، مباراه المقاولون العرب، مباراه الزمالك، 9 نقاط او 7 نقاط على الاقل، 80 نقطه، 82 نقطه تضمن الفوز ببطوله الدوري رقم 41. نخرج لهذا التقرير نشوف الجمهور ايه هي رسالته للاعيبه، ثم نواصل الحديث مع كابتن صديق جمال بعد هذا التقرير. ان شاء الله يكملوها على خير كده وياخدوا الدوري ونعوض السنه الجايه افريقيا وان شاء الله الدوري السنه دي في الجزيره. يعني احنا معاكم في ظهركم وانتوا قد المسؤوليه، وان شاء الله تاخدوا الدوري الموسم ده، وانتوا رجاله واحنا معاكم ووراكم وفي ظهركم وبنشجعكم ويعني بنحبكم جدا. طبعا هم لعيبه رجاله يعني، ومعروف ان الاهلي كل سنه يعني لازم يطلع ببطوله، ما ينفعش السنه ما يطلعش ببطوله. اهم حاجه بس ان هم ما يتاثروش يعني بان ده مثلا افريقيا او كونفدراليه، يعني ان شاء الله الدوري طبعا مع الاهلي،
هو يعني اهم حاجه بس ان شاء الله السنه الجايه كل البطولات تبقى زي مع النادي الاهلي زي كل سنه يعني، وبس ولعيبه رجاله يعني وربنا يوفقهم ان شاء الله. احب اقول لهم يعني ان شاء الله هم عملوا موسم كويس، ان شاء الله باذن الله ناخد الدوري السنه دي ان شاء الله. احب ان احنا ما نضيعش اي مجهود، يعني كابتن الخطيب جاب لنا صفقات كتير وان شاء الله ما نضيعش مجهود، بس الجمهور وتعب الجمهور بيتعب جدا مع اللعيبه، فاحنا محتاجين ان شاء الله ان هم ما يضيعوش اي نقطه في الموسم اللي في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله ناخد الدوري باذن الله. ان شاء الله اقول لهم انتوا لعيبه رجاله جدا ومستنيين منكم المزيد. وما يهمكمش والعبوا برجوله، انتوا معودين ان انتوا تفرحوا النادي الاهلي ومعوديننا دايما ان انتوا تلعبوا تحت ضغط، فالسنه دي ان شاء الله لازم تثبتوا للنادي الاهلي وتثبتوا للدنيا كلها ان احنا فعلا ابطال مصر. والله انا اقدر اقول للعيبه ان احنا كجمهور النادي الاهلي طول عمرنا ما بنقبلش اي شيء غير البطولات، فاحنا بعد ضياع بطوله افريقيا ما فيش قدامنا دلوقتي الا بطوله الدوري. فأنا عارف ان انتوا رجاله وقد المسؤوليه، وازاي هتقدروا ان انتوا تفنشوا الدوري اول زي ما كنا متعودين منكم كل مره، وان شاء الله ربنا يكرمكم لان انتوا ايه تعبتوا كتير في الموسم دوت، وربنا يكللوا بالبطوله ان شاء الله. احب اقول لهم ان احنا هنفضل الجمهور هيفضل وراها حلوه ومره، وما يتاثروش باي حاجه مهما كانت، لو خسروا ان شاء الله لو 10-0 ما يتاثروش، هم قدها وان شاء الله ربنا يكافئهم على المجهود اللي هم عملوه، ان كان المجهود خسروا فيه في الماتشات او كسبوا فيه، وان شاء الله ربنا هيكون معاهم. رسائل ايجابيه مميزه من جمهور النادي الاهلي بمختلف الاعمار السنيه، رسائل ان شاء الله توصل لكل لاعب في الفرقه عشان يستعدوا ان شاء الله للمرحله القادمه. الجمهور عارف ايه المطلوب واللعيبه عارفه ايه المطلوب والجهاز الفني، وفي تحضير متميز جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في هذا الشان، ان هو يفصل تماما الفريق في كل هذه الامور عشان يتحضر ذهنيا وفنيا وبدنيا للمباريات القادمه. رسائل الجمهور يا كابتن صديق مهمه في التوقيت ده، رسائل معنويه، رسائل ايجابيه ترفع من الروح المعنويه. اكيد بتدي دفعه وبتدي حافز، اكيد برضو اللعيبه بيسمعوا التقارير دي، يعني الناس كلها عندها ثقه كبيره جدا، يعني في ناس المدام اللي اتفضلت بتقول لك عندنا ثقه كبيره في اللاعبين واحنا في ظهرهم. دي حاجه كويسه جدا، بتديهم باور وتديهم دفع يعني. في ناس بيقول لك ايه معوديننا دايما على الفرح، وفي واحد تاني بيقول لك المجلس جاب لعيبه كتير كويسين ويعني ما بخلش بحاجه على فريق الكوره، وواحد تاني بيقول لك الاهلي بيتغلب على الظروف، يعني الظروف صعبه كتير جدا جدا النادي الاهلي يتغلب عليه. فطبعا دي رسائل مهمه جدا جدا، وبتدي دافع وبتدي باور للعيبه. وانت اتفضلت يا كابتن محمد برضو حته ان الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قفلوا على اللعيبه الفتره دي، دي من الايجابيات الكويسه جدا 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 عشان كله يبقى مركز، مفيش حاجه تشغله عن المهام اللي هو جاي فيها، بالذات اخر ثلاث مباريات والمباراتين اللي هم اتلعبوا سموحه وانبي، ودي كانت هتتحسب ليهم يعني. طيب انا قدامي رقم ما ينفعش اتجاهله. يعني في ظل الغيابات اللي حصلت في خط الدفاع، غياب محمد نجيب، غياب رامي ربيع على مدار الموسم ما لعبش غير ماتشين ثلاثه بسبب الاصابه، تبديل ما بين ايمن اشرف وسعد سمير، ثم بعد ذلك اصابه سعد سمير، ثم دخول ياسر ابراهيم صفقه جديده، اصابه الشناوي فتره، اصابه اكرامي فتره، اصابه علي لطفي، ودايما في تبادل في المركز، لكن مع ذلك اقوى خط دفاع وافضل كلين شيت في فرق الدوري كلها هو النادي الاهلي. لم يدخل مرمى سوى 18 هدف، وافضل كلين شيت في كل فرق الدوري هو النادي الاهلي، محمد الشناوي ما يقرب من 12-13 مباراه لم يحرص فيه اي هدف. الرقم ده معبر بمعنى ايه؟ رقم يعتبر مميز جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي، بالذات في الخط الخلفي، لان احنا جينا اتكلمنا اكتر من مره النادي الاهلي فقد الحته اللي في القلب دي اكتر من مباراه، عدم جوزيه واصابات وايقافات وفيها مشاكل كتير جدا جدا، ومع ذلك محافظ ومع ذلك واقف عليه وعنده توازن، والحمد لله الحمد لله كل اللي كان بينزل يادي سواء باك ليفت دخلته مثلا سيرد باك زي ايمن اشرف فتره صح، الباك رايت والباك ليفت لعبوا مساكين، دخلوا لعبوا مساكين، محمد هاني برده تتحسب للجهاز الفني وتتحسب للعيبه، اللعيب برده لما يكون عنده فنيات عاليه وعنده امكانيات ولعيب تكتيكي بيفرق معاك في الملعب، بتوظفه في اي مكان، فدي حاجه كويسه تتحسب للجهاز الفني تتحسب للعيبه. انا قلت لحضرتك في البدايه الاهلي مر بظروف صعبه جدا جدا، لو حد يا كابتن محمد مر بيها كان ممكن يبقى سادس سابع، وفي الخطوط كلها انت اتكلمت على خط الدار عشان في احصائيه قدامك بالنسبه للاهداف، عندي احصائيه برضو للاهداف الايجابيه. الاهلي كم هدف احرز؟ 51 هدف، 51 هدف قريب من بيراميدز والزمالك بفرق 7 اهداف، بس في نقطه ايه اسف بس يا كابتن صديق عايز اشرحها. اتفضل. الاهلي تخطى ال 50 هدف ويتخطى ال 50 هدف والهداف عنده علي معلول الظهير الايسر بست اهداف في الدوري،
وما عندك غياب أزارو حوالي شهرين بسبب إصابة، تمام. غياب مروان محسن بسبب إصابة، غياب جون رجاية حوالي 4 شهور بسبب الإصابة، ومع ذلك قدر الأهلي يتخطى 50 هدف في الدوري، يجيب السكور ده ويجيب السكور ده. ما دي بتحسب برضه، عايزة دراسة. لا دي حاجة إيجابية للعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي يعني لما باك ليفت يطلع يجيب عدد من الأهداف دي، سواء كور ثابتة أو ضربات جزاء أو مساك يطلع يجيب جو من ورا أو الثلاثة اللي تحت الفيرويد، يعني من 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 السنين اللي مر بيها النادي الأهلي، يعني ما تلاقيش مثلا الهداف راس حربة. يعني أنت عندك راس حربة الأساسي مروان، راس حربة الأساسي أزارو، راس حربة صلاح محسن. دول ليه بنقول راس حربة أساسي؟ إن دول اللي هم بيجوا الثلاثة من الخلف، ده راس حربة ثابت، دي المحطات الأساسية بالزبط. داخل النادي الأهلي، يعني دول لما جوا من النادي الأهلي ثلاث رؤوس حربة. الاسترايكر دوت بيبقى محطة للناس اللي جاية من تحت، الثلاثة اللي جايين من تحت. الناس اللي بتسجل من تحت برضو، الناس دي بتعمل شغل في الملعب، هم ما بيسجلوش اللي هم المهاجمين الاساسيين، لان بيعملوا برضو خلخله، بيعملوا خلق مساحه للناس اللي جايه من تحت. بس الكره كانت ما عندهم من اصابات، ما عندهم من ايقافات. فالحمد لله ان ربنا بيعوض علينا بالناس اللي جايه من تحت، وده رقم يتحسب لعيبه النادي الاهلي، ان الاهداف دي كلها ومش فيهم راس حربه. 51 هدف في عندك ثلاث مباريات، يعني انت في ثلاث مباريات لو جبت سكور في مباراه ممكن تتخطى افضل الهدافين ويبقى عندك افضل هجوم في الدوري. ان شاء الله بنعمل حاجه كويسه، يعني بالنسبه للفراوده يبقى عندك عدد اهداف كبير تضرب بيه اي رقم في الدوري العام، زي ما ضربت الرقم بتاع اللي هو اقوى خط دفاع. يعني حاجه كويسه جدا يعني ان شاء الله باذن الله. طيب ده كان حديث عن المباريات المحليه وحديث عن مباراه النادي الاهلي، وده اللي بيهمنا مباراه الاهلي والاسماعيلي. لكن اخر دقيقتين ثلاثه معانا في الحلقه، حابب تتكلم عن نهائي دوري ابطال اوروبا، مباراه ليفربول وتوتنهام ان شاء الله يوم 1 يونيو. ده النهائي الثاني لمحمد صلاح مع ليفربول. العام الماضي كان سيء الحظ، اصيب بعد 25 دقيقه وخرج نتيجه الاصابه في اصطدامه، حظه كان سيء جدا مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد. المره دي شايف الديربي، او هو ديربي انجليزي، لكن شايف النهائي ازاي؟ هو انا شايف النهائي باذن الله اول حاجه بتمنى التوفيق من عند ربنا يكون حليف ليفربول بقياده محمد صلاح، لان انا نفسي ان هو ياخد بطوله. يعني السنه اللي فاتت هو عمل انجاز برضه يتحسب ليه ويتحسب ليفربول. الموسم اللي فات جايب 22 هدف، والسنه دي حقق نفس الرقم، يعني هداف الدوري الانجليزي على مدار موسمين. موسم كان لوحده فري ان هو الهداف، والموسم السنه دي في مناصفه مع ساديو ماني وموبيانج، فطبعا دي تحسب له. بس يا كابتن انا المباراه هتبقى قويه جدا جدا. انا شايف ان في افانتاج ليفربول، ان هم حتى في الدوري مفنشين كويس ومحققين، عندهم 2 هدافين كبار وعاملين حاله في الفرقه وعاملين مباراه قويه جدا جدا. تخيل ان هم خسروا مباراه واحده على ما اعتقد في الدوري الانجليزي، وعندهم فرقه كويسه. فانا شايف ان في صالحهم، بس هي النهايات عندهم دايما بالسعيده، او لا وتوتنهام تحديدا مع يورجن كلوب، لا وتوتنهام فرقه رخمه على يعني فكره. توتنهام السنه دي من خلال بتشينو المدير الفني لم يتعاقد مع اي لاعب في الصيف او في يناير للموسم الحالي. كل الخزينه الماليه او كل الميزانيه المتعلقه في فريق توتنهام صرفت على الملعب الجديد، لم يتعاقد ولا بيمروا باي صفقات، ومع ذلك تواجد في دوري ابطال اوروبا للموسم القادم للمباراه النهائيه. وكسبوا مين؟ كسبوا اياكس، دي فرقه كويسه جدا جدا، منظمه بتلعب كره زي برشلونه كده. ما صرفوش يورو على صفقه، ما انا بقول لك يعني هيقابل منافس قوي، منافس عنيد. بس ان شاء الله انا بتمنى ان باذن الله ليفربول يكسب توتنهام. بس انا كان عندي ملحوظه صغيره، انا بتمنى باذن الله صلاح ارقام قياسيه، رقمين كويسين جدا كليه هو، بس يقدر على المستوى الشخصي قبل ما تكمل يا كابتن صبحي، يقدر يحقق لقب اوروبا زي ما حققه رابح ماجر قبل كده المهاجم الجزائري. ما دي بقى اللي انا بتكلم عليها، المباراه اللي جايه مصيريه بالنسبه لليفربول وبالنسبه لصلاح. لو هو عايز يحقق بطوله مع فريق ليفربول، لو اتوفق هتبقى كويسه، تحط في السي في بتاعه، والدوري الانجليزي دوري قوي جدا جدا. لا قدر الله ما حصلش في المباراه النهائيه ان ياخدوا البطوله، انا بتمنى ان هو ينتقل لنادي تاني، ياخد خطوه جديده. لان صلاح لما مع ليفربول خد هداف موسمين ورا بعض، فدلوقتي لازم ياخد بطوله. بطوله تحسب له في السي في بتاعه. البطولات فين يا كابتن؟ للامكانيات الاعلى. تمام. ريال مدريد عندهم امكانيات وعندهم يعني فريق بطوله. تتوقع زيدان يطلب دم صلاح؟ بتمنى ان هو ينتقل لريال مدريد عشان يحقق بطولات معاهم. اكيد ليفربول ممكن يحقق بطوله وممكن تبقى العمليه صعبه شويه، مع الريال هيبقى عنده افانتاج لان عندهم امكانيات ماديه وفنيه عاليه جدا.
نستنى نشوف 1/6 هيحصل ايه وبعد كده نقرر صلاح ممكن خطته الجايه تبقى فين ان شاء الله. ربنا يوفقه. كابتن صديق نورتني وشرفتني وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. ربنا يخليك يا كابتن محمد، انا كنت سعيد جدا ان موجود مع حضرتك. انا اسعد يا فندم، والحلقه دايما معاك بتمشي بسرعه. الله يحفظك، ربنا يخليك يا رب باذن الله. اشكرك. شكرا ليك. كانت حلقه مهمه جدا مع الكابتن صديق جمال، اطلاله وسهره خاصه في رمضان، اتكلمنا عن مشوار النادي الاهلي في الدوري، مباراه الاسماعيلي، كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المباريات القادمه. عندنا مباريات حاسمه، مباريات كؤوس، لكن في ثقه وفي وعي لدى الجميع ان مباراه الاسماعيلي بثلاث نقاط، مباراه المقاولين بثلاث نقاط، وبعد كده ان شاء الله نشوف مباراه القمه وتوقيتها وظروفها، وان شاء الله الاهلي يتوج قبل كاس الامم ببطوله الدوري العام ان شاء الله، عشان تكون بطوله غاليه لكل جماهير النادي الاهلي. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.